صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه تعميم بشأن عطلة عيد الأضحى المبارك لعام 1440 للهجرة. وجاء في التعميم أنه بمناسبة عيد الأضحى المبارك تعطل وزارات المملكة وهيئاتها ومؤسساتها العامة يوم الوقوف بعرفة ويوم العيد واليومين التاليين له، والتي تصادف أيام السبت والأحد والاثنين والثلاثاء التاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر من ذي الحجة الموافق للعاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر أغسطس.